زين ينمو. جلس زين بجوار أمه بالقرب من أخيه الصغير حديث الولادة. أحب زين أخاه الصغير وسأل أمه: هل كنت صغيرا هكذا؟ قالت الأم: نعم يا حبيبي، كل واحد فينا كان صغيرا ثم يكبر ويكبر إلى أن يصبح أبا وأما أو جدا وجدة. بقي زين يفكر طوال النهار بكلام أمه، ثم قرر ليلا أن ينام بين أمه وأبيه، ورفض النوم في غرفته. وعندما استيقظ في الصباح كان قد بلل فراش والديه. عجبت والدته مما حصل، إذ أن زين قد أصبح كبيرا ويذهب إلى المدرسة، ثم طلبت منه أن يقوم إلى الحمام لتنظفه، فصار يزحف زحفا ولا يريد أن يمشي. فهمت الأم ما الذي حصل، فزين يقلد أخاه الصغير. قالت الأم للأبي: آه يا عزيزي، إن زينا قد عاد طفلا صغيرا ولا يمكنه الذهاب إلى المدرسة بعد اليوم. ثم أحضرت له كرسيه الذي كان يجلس فيه عندما كان صغيرا. وربطته بأربطة الكرسي مثل الصغار. فرح زين وبقي مدة على هذه الحال. ثم أراد أن يقوم للعب. رفضت الأم وقالت: لا يا زين، الصغير يؤذي نفسه. ثم اقتربت منه وهي تحمل صحنا من الخضراوات المسلوقة. صرخ زين: ما هذا؟ قالت الأم بهدوء: هذا طعامك يا صغيري، فالصغار لا يستطيعون المضغ، لذلك نصنع لهم خضراوات مسلوقة. بكى زين كثيرا ورفض الطعام، ثم حملته أمه ووضعته في سريره، فقال لها: أمي، إنه ليس وقت نومي. قالت بهدوء: يا صغيري، هذا وقت نوم الصغار. انتهى النهار واستأذن زين أمه لينظف أسنانه. ثم قبل والديه وقال: أنا كبير، غدا سأذهب إلى مدرستي وسأنام الليلة في سريري، فإن زينا ينمو ويكبر، فأنا كبرت ولم أعد صغيرا يا أمي. النهاية.